كان النهارده كويس احسن من امبارح نوعا ما. هو في شويه حاجات غير مباشره بس يعني من على منظومه كده يعني كويس، ما تحسش ان احنا تعبنا او حاجات ما شفناهاش قبل كده. لا امتحان كويس بصراحه، الكتيب حلو حرام يعني كويس، بس الاسئله فيها حاجات اللي هو انت تخدعك في الاول، والمقال في العربي مثلا كانت كتير يعني اللي هو المقال طويل قوي والحاجات ملهاش علاقه اصلا بسننا كتالت ثانوي. وفي الفرنش لا، الفرنش حرام يعني الاسئله عادي احنا ما استغربناش، وتبع النظام الجديد لا حلو.